طب ممكن نروح شوية للعيبة بتاعتنا ونتكلم أكتر عنهم، يعني لعيبة كتير بعد العودة من المنتخب كانش الأداء بتاعها اللي احنا نعرفه. لو هنتكلم تحديدا بالأسامي، هقول مثلا أفشة، هقول السولية، هقول محمد شريف، هقول معلول، بتشوف دول إزاي؟ طبعا كل واحد له ظروفه. معلول كان عنده ظروف مع منتخب تونس، أفشة خرج من المنتخب أصلا بس أثر على نفسيته، أثر على نفسيته شوية، بس دي يعني مع اللعيب الكبير بيبقى تحدي. عندك ماتش السنغال وعندك استصفاء كاس، ممكن تخش كاس العالم وتوصل وتبقى مشارك بشكل أساسي. فده بالنسبة لأفشة. السولية بسم الله ما شاء الله عليه تشويد، يعني الأداء لم يختلف حتى بعد الضغوطات، ثابت ومؤثر جدا مع منتخب ومع الأهلي كويس، فرغم أنه طبعا تعور أصيب فترة وابتعد عنها، لكن رجع بسرعة وعنده إصرار وهو صمام أمان جدا في وسط الملعب كويس. فبالتالي أنا شايف أن يعني كل واحد عنده تحدي بشكل خاص. شريف يعني طبعا خلينا نقف عند شريف شويه، فك عقدته امبارح بالهدف الاولاني، وبينم على ذكاء هجومي كويس جدا. فبالتالي لازم يستعيد الثقه دي مع نفسه هو، يعني هو يعني كان احد هداف الموسم اللي فات، وبالتالي يعني هو مش بعيد عن انه يكون هداف مميز جدا. وشريف لاعب جيد ومخلص وقوي، فيعني ايه اللي ينقصه؟ ما فيش حاجه تنقصه، بس هو بعض الثقه عشان يقدر يكمل مسيرته ويعود المنتخب مره اخرى، لانه المنتخب محتاجه. انا شايف ان المنتخب طبعاً محتاجه طبعا بلا شك في هذا المركز، راس الحربه مع مصطفى محمد، محتاجه فعلا المنتخب في التحديات الجايه. ان شاء الله نعدي السنغال ونوصل كاس عالم، ما ينفعش يعني يبقى محمد شريف مش موجود. وموسيماني لعب دور كبير على فكره مع محمد شريف في الاحاديث الجانبيه والتشجيع يمكن اللي احنا ما بنشوفوش بس في الكواليس، كل دي امور برضو بتفرق بشكل كبير طبعا جدا. مهم جدا المدرب يبقى حاسس بكل لاعب في الفرقه، عنده مثلا 30 35 لاعب حاسس بكل واحد فيهم، ودي نقطه عند موسيماني بصراحه فعلا، يقعد معاه ويتكلم معاه ويعلي مخارجه الفنيه في الملعب وروحه المعنويه، دي صحيح. مساله مهمه جدا. والتجهيز النفسي ده يعني شريف زعل شويه لما كيروش اشركه بضع دقائق وسحبه، صحيح 10 دقائق تقريبا. فدي لا، لكن دور موسيماني ودور كروش كمان هم يرجع اللاعب لحالته الطبيعيه. وانا شايف ان الاهلي مطالب في الفتره الجايه انه يعلي من اصراره في التحديات اللي جايه، وكل لعيب يبقى طبيب نفسه. طبيب دي مهمه جدا يا نهاوند. ليه؟ لا، لازم يحاسب روحه زي ما قلت في البدايه، يشوف هو عامل ايه في الملعب ومؤثر في ايه واجاد في ايه. طبعا يعني احنا شفنا اكثر من اهدار، اكثر من فرصه، الاربعه دول مش كفايه. ميكاسوني مضيع، و برستاو مضيع، وقفشه مضيع، وحاجات سهله، حاجات ممكن نندم عليها. وده السيناريو ده حصل برضه، ما هو الواحد مش فاهم ليه. يعني انا وكريم كنا امبارح تحديدا بنتكلم في ده، التاتش الاخيره او اللمسات الاخيره، ليه احنا عندنا ازمه فيها مؤخرا؟ يعني مش في مباراه او اتنين، فعلا في كذا حاجه كومن، الموضوع محيره ما فيش اجابه. اللمسه الاخيره دي كمان هي اللي بتحرمنا من التسجيل والتهديف. هي اللي بتحرمنا. انت بتعمل كل حاجه في الملعب، بالزبط. وتيجي في اللحظه الحاسمه تغيب.